مساء الخير واهلا بكم من جديد في حواراتنا المطوله مع الاستاذ الكبير محمد حسني نيكل. في هذه الحلقات الثلاث سنناقش الوضع الجاري العالم العربي، الاحداث الجاريه المسارعه في مدينة شرم الشيخ إلى ما تم توقيعه في الخرطوم العاصمة السودانية منذ أيام، وثيقة أو مبادئ سد النهضة. كل هذه أحداث مهمة نحتاج فيها أن نستشرف رأي الأستاذ محمد حسنين هيكل، الذي بالتأكيد له تحليل مختلف، يعني نبحث معه عن إجابات مختلفة لأسئلة تدور في أذهاننا جميعا. أهلا بك يا أستاذ. أهلا. وأنا سعيدة أن احنا نعود مرة أخرى لهذه الحوارات. يعني خلي بالك الناس متشوقة. احنا كنا قايلين للناس أن احنا سوف نتغيب لفترة، لكن بالضبط الحوادث اللي أنت بتتكلمي عليها دي الحقيقة أنا كنت ناوي أتغيب لفترة طويلة أوي. ما هي فترة طويلة يا أستاذ. لا والله فترة طويلة أطول من كده كتير أوي، لأنه يعني ساعات تحسي بغربة عن الساحة بالسن ويمكن بحاجات كتير أوي. لكن الحوادث اللي حصلت اللي انت بتتكلمي عليها، الاحداث اللي حصلت واللي انت بتتكلمي عليها، انا بعتقد انها تدعو اي انسان لديه بقيه من اي همه من اي نوع انه يتكلم ويشارك في الشان العام ولو حتى بعيد. انت بتتكلمي، انا بعتقد انك انت لك حق تماما في انك ذكرتي الاربع أشياء التي حدثت في الأسبوعين الماضيين. نعم. اللي هي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بالترتيب، يعني مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وبعدين زيارة لقاء السودان والإثيوبيا ثم المؤتمر القمة الذي سوف يحدث غدا. نعم. أنا بعتقد أنك أنت قدام رئيس السيسي قال كلمة مهمة جدا بعتقد في مؤتمر شرم الشيخ، انه قال انه مصر تستيقظ. وانا بعتقد انه هذه الكلمه لها دلاله، واعتقد انه لابد ان تكون لها نتائج، لانه باستمرار من يستيقظ عليه ان يحدد اتجاه. الناس لو استيقظت ثم مضت وهي نصف نيام الى الطريق اي طريق قدامها قد تخطئ، لكن لابد دعوة اليقظة تقتضي على طول بعدها تحديد الطرق. تعالي ناخد المسائل اللي جرت. أنا في شرم الشيخ في أرقام كتير قوي اتقالت، وفي مشروعات كتير قوي اتعرضت، أنا في ده كله مش هممني حاجة فيه. أكثر حاجة همني فيه عدة أشياء. الحاجة الأولانية أن مصر عادت إلى أمتها، فتحت أذرعتها لأمتها وأمتها احتضنتها، وأن هذا بعتقد أنه عودة بالتاريخ إلى مساره الصحيح، وأنا بعتقد دي مسألة مهمة جدا. الحاجة الثانية أنه أنا بعتقد أنه الأداء المصري في هذه الأداء العام، أنا شفت المؤتمر على التلفزيون زي أنت كنت هناك. لكن أنا فيما رأيت على التلفزيون أنا بعتقد أنه إحنا أثبتت حاجة واحدة بس، وهي شعار حملة أوباما اللي كان بيتكلم فيها، قال يس وي كان، نعم نستطيع. أثبتنا أن إحنا إذا استجمعنا همة وإذا وظفنا إرادة وإذا نظرنا إلى عصر حولنا إذا فنحن قادرين ولسنا عاجزين. وأنا بعتقد أن هذه إشارة للمستقبل في منتهى الأهمية. الحاجة الثالثة أن أنا بعتقد، وأنا يعني لازم أقولها وأسجلها، أنه أنا عجبني جدا بروز المرأة المصرية. يعني عارفة إيه؟ أنا بعتقد أنه يعني شوفي، انا شفت مثلا على المسرح الدكتورة نجلاء الاهواني. نعم. وانا ما اعرفهاش، لكن شفت صوره مختلفه للمراه المصريه، لا هي المتبرجه ولا هي المحجبه، ولكنها السيده المصريه الطبيعيه خارجه لكي تؤدي دورها. انا كنت شفتها مره واحده قبل كده بايام في عشاء في الاهرام، كان موجود فيه الرئيس الوزراء محرم، وشفتها وهي بتتصرف تكلم في التليفونات وتابعتها. لكن أنا من الحاجات اللي لفتت نظري أن المرأة المصرية في صورتها الحقيقية وفي صورتها اللي أنا بأملها، أنا بعتقد أنها ظهرت أمامي واضحة وجلية. في غيرها كتير، أنا بعتقد في غيرها كتير، لكنه هذا لفت نظري. أنا بعتقد، وبعدين شفت تأثير المؤتمر على الناس وأنا موجود في القاهرة، الناس بشكل ما ودون قراءة أرقام الناس أحست أن في حاجة، شيء ما يهم في البلد، أنه لا بعد فترة طويلة قوي
انا بعتقد بعد فتره طويله وفيها اشياء كتير جدا متعبه وفيها اشياء كتير جدا ثقيله، بعتقد انه استطيع والناس شايفهم قدامي في القاهره بشكل ما مصر بتحاول ان تهم، وهذا في اعتقادي شيء بديع جدا. أمري، هل التأثير على الدول الغربية، يعني مثلا عندما رأيت مثلا خطاب رئيس الوزراء الإيطالي، الدعوة التي وصلت إلى رئيس السيسي من ألمانيا، ودي دعوة مهمة لزيارة ألمانيا اللي كانت أكثر تشددا مع الموقف المصري؟ صحيح، يعني على سبيل المثال نعرف أنه ميركل لما طرحوا موضوع زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، هي قالت أنه بعد الانتخابات، بعد الانتخابات البرلمانية، أنهم غير رأيهم، معناها أنه رأوا في مصر من عناصر الثبات والاستقرار أو على الأقل النهوض، أنه يقولوا مش مشكلة وأنه الموضوع اتحل. صحيح، عاوز أقول لك حاجة، مصر ظهر ضمن ما ظهر أنها مصر أكبر جدا من أن يغفلها العالم، وأكبر من أن ينساها العالم، حتى وإن أساء أصحابها وإن نسوا أحيانا، وإحنا بنسيء كتير قوي ومرات بننسى، لكن العالم ذكرنا. احنا لما بدينا نهم العالم اقبل لكي يقول لك نحن نرى، واحنا مكانة مصر موجودة ومحفوظة، شرط انه مكانة اي بلد في الدنيا كلها مرهونة بقدرة اصحابه على اثبات وجوده، فاذا لم يكن قادرا على اثبات وجوده ما حدش هيروح له يديله كريدنشلز، يديله بطاقات جدارة من غير معنى. فأنتي أنا بعتقد أنه هذا صحيح اللي أنت بتقوليه. حاجة تانية، أن أنا بظن أنه الحدث التاني أنه الخرطوم والإثيوبيا، أنا قدامي نص الاتفاقية أو مع إعلان المبادئ، وبعتقد أنه هذا موضوع مهم جدا وأهم مما يتصوره حد. حتى مع أني سمعتك من كذا يوم بتناقشي وزير الخارجية الموجود في إثيوبيا كان وقتها، وأنت بيبدو أنك عندك أسئلة كتير جدا بلا إجابات. أنا عايز أقول لك أنه موضوع إثيوبيا أخطر كتير. موضوع إثيوبيا موضوع معقد، وعاوزك تعرفي أنه أو نفسي أوي الناس تشوف وتطل على الوثائق الموجودة الخاصة بمياه النيل. افتكري انه موضوع مياه النيل ابتدى، موضوع قطع مياه النيل عن مصر بالتحديد ابتدى من حوالي 800 سنة، هذا ليس جديدا. الحروب الصليبية انتهت في القرن الـ13. في القرن الـ15 لما بدأت الاكتشافات الجغرافية، هدف الاكتشافات الجغرافية بالدرجة الأولى كان ايه؟ كان طرق التجارة العالمية، فاسكو دا جاما لما كلف من ملك البرتغال انه يلف حوالين افريقيا يكتشف طريق اخر الى الهند لكي يتجنبوا طريق مصر اللي فيه المماليك بيسيطروا، ولكي يجنبوا شبه الجزيرة العربية اللي كانوا بتفوت فيها القوافل لانها بقت كلها فوضى وغارات، رايحين الهند. لكن تلاحظي في حاجة مهمة جدا، وثيقة انا قريتها ما سمحليش ان اخد صورة منها. وثيقة اللي قريتها هي التعليمات في فاسكو دا جاما لما جاء رحلته تبتدي عشان يكتشف مياه النيل، خد تعليمات من طرفين، خد تعليمات من الملك البرتغال مانويل بانه يكتشف الطريق الرئيس جاء صالح، يعني يكتشف طريق حول افريقيا يروح الهند، لكن خد تعليمات من البابا الكسندر السادس في ذلك الوقت. بتقول له ايه؟ بتقول له هو راح اشاف البابا ياخد بركاته، والبابا اداله ديكري، اداله موجود في الإسكوريال، موجود في متحف الإسكوريال اللي عاوز يروح يشوفه. ايه بيقوله؟ ايه بيقوله؟ شوف انت هتروح وهتلف حول افريقيا، في عندنا معلومات من الرهبان اللي متسللين من القاره الافريقيه ان هناك في شرق افريقيا ملك مسيحي ومملكه مسيحيه، فاذا ذهبت الى هناك اذا لفت حاول تجد طريقا الى هذا الملك المسيحي، وحاول بقدر ما يمكن انك مية النيل بتيجي لمصر من السودان من اثيوبيا، وهذا هو المصدر الاساسي الذي تعيش عليه مصر اللي هي انتصرت في الحروب الصليبيه بصلاح الدين، وذاك سميت حمله فاسكو دا جاما الحرب الحمله الصليبيه الاخيره. قال بيكمل له التعليمات، بيقول له ايه؟ بيقول له هتروح تلاقي احنا الملك المسيحي ده مش عارفين عنه حاجه، لكن نعرف ان اسمه يوحنا بشكل ما، فبعت له بعثه واشوفه ازاي ممكن انه يحولوا الميه النيل اللي عندهم اللي بتروح للمصريين، بدل ما احنا رايحين نحارب مصر عن طريق الشام
زي ما عملنا في حملات صليبية، وزي ما رحنا بحملة لويس التاسع على المنصورة مباشرة إلى مصر وفشلنا في كل الأحوال، قد نستطيع أن نقضي على مصر نهائيا، لأن هي العقبة الرئيسية في الشرق الأوسط في المنطقة يعني، ونقطع مية النيل. فاسكو دا جاما اللي احنا ما بنشوفوش، فاسكو دا جاما راح الهند وهو في طريقه دمر كل القرى أو المواني المسلمة اللي لقاها على شاطئ شرق إفريقيا في مومباسا وغيرها. لكن بعد بعثة الحبشة، وهذه البعثة الحبشة راحت وقابلت هذا الملك المسيحي، وهذا الملك المسيحي بصوا على المية كتير قوي، وهذا الملك المسيحي قال لهم أنه مش لاقي وسيلة، نفسي جدا أن حد يروح يقرأ هذه الوثائق، لأنك هتلاقي بعد كده تاني لما راحوا الإيطاليين واحتلوا إثيوبيا وجات الحرب العالمية الأولى، مارشال جراتسياني فكر عشان يهزم إنجلترا في مصر، وهو ده خلي بالك ان ده مساله مهمه جدا، لان انجلترا عملت لي دماغي اتفاق مياه النيل بالنيابه عن مصر في ذلك الوقت، لان مياه النيل الاصليه اتفاق ما عندناش احنا اتفاقيه، هي ده كانت انجلترا عملتها مع ايطاليا. لكن مارشال جراتسياني في الحرب وبأمر من موسوليني ناقشها ملك ايطاليا في ذلك الوقت فيكتور عمانويل، قال لهم انتوا عايزين تعملوا ايه؟ قالوا عن ميه النيل لو قطعنا لو وجدنا، لان مارشال جراتسياني جاب مجموعه اركان حرب تدرس كيفيه تجويع مصر واخراج الانجليز منها عن طريق ميه النيل. فالغريبه جدا انه كلفت بعثه هندسيه تدرس اذا كان ممكن نسف اجزاء من بحيره تادا لكي تذهب المياه للمحيط وما تجيش لمصر. عايز اقول لك انه هذه هي الاسباب الكامنه في التاريخ اللي خلت واحد ملك فاروق مثلا، ملك فاروق كان بيسعى هلال سلاسي بالنسبه لنا ممكن قوي تتناقشي في انه يعني عايش في العصور الوسطى، وانا شفته وقابلته وكلمت معاه كتير قوي وفعلا، لكن في عقد تاريخيه، عقد تاريخيه جايه منين؟ هو يعتقد انه بينتموا لعالم مسيحي. صحيح انهم اختاروا الكنيسه المصريه من حسن الحظ كانت سبقت وبقوا مسيحي اثيوبيا بقوا اقباط بقوا يعني ارثوذكس، لكن في تعقيدات في دول كتير جدا وفي مرسومات بابوية وفي أباطرة في الغرب كلهم بيتصوروا أنه إنهاء الحروب الصليبية وإسقاط دور مصر وإسقاط وجودها في هذه المنطقة جوعيها طعم المية، ومشينا في ملوك مصر ملك واحد زي الملك فاروق أو قبله حد قبله كتير قوي كلهم أدركوا أهمية، يمكن ما قروش الوثائق كلها لكن سمعوا فهموا، خصوصا واحد زي الامير عمر قبرطاسون لانه كان فاهم. بقى في ادراك انه هنا في مياه النيل في حياه مصر هناك وحواليها التباسات تاريخيه متعلقه بتاريخ بعيد، وانه هذه قد ترتد على المستقبل وانها مساله كبيره قوي، وكلهم تعاملوا مع اثيوبيا بحذر 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 شديد جدا. جمال عبد الناصر لما جاء وهو يعني مفروض بيعادي مش عارف الرجعيه والكلام ده كله، في واحد ما قربش منه وفي واحد أدرك أنه مهما كان رأيه فيه فهو هذا الرجل هيلال سلاسي الإمبراطور هيلال سلاسي. أنا رحت أول مرة شفت إثيوبيا شفت موكب الإمبراطور، كنت مع حد أسقف مصري هناك، شفت الشعب وهو موكب الإمبراطور فايت وكل الناس تسجد على الأرض عشان ما يبصلوش. الملك فاروق أدرك، جمال عبد الناصر أدرك، إحنا جينا عملنا مغامرات حول إثيوبيا مش عايز أتكلم فيها، اعتبرنا إن إثيوبيا فيها نظام شيوعي وقت منجستو هنا مريم، ودخلنا عملنا عمايل ملهاش لزوم، لكن عايز أقول لك إنك أنت أمام تاريخ معقد جدا جدا، أنا شايف إنك أنت وأنت بتمسكي نصوص اتفاقية بتقولي إيه في حاجات فيها مش محددة. ومقلقة. لا، سأقول لك حاجة. حطي في ذهنك ان الموضوع فيه تعقيدات تاريخية ابعد جدا مما نتصور. حطي في ذهنك ان احنا ايضا اوكلنا هذه المنطقة في لحظة من اللحظات خطأ الى اجهزة امن، وهذا لم يكن ينبغي ان يحصل. انا عارف انه بعض الناس بيزعلوا لكن هذا لم يكن ينبغي، وعملنا مغامرات بالقرب منها ما لهاش لزوم. اورايت، وثم جينا فاهملنا القارة كلها. انت قدام وضع تاريخي، شوفي احنا دايما نقول السياسه بتحصل على مسرح، بنقول مسرح السياسه مسرح السياسه، صحيح مسرح السياسه ارضيته هو الجاري في هذه اللحظه، خلفيته
خلفية المسرح هي التاريخ، كواليس المسرح فيها المؤلف والمنتج والمخرج والمعدات إلى آخر إلى تصور. إحنا مرات نبص اللي بيجري على الساحة ولا ننظر الخلفية ولا نلتفت الكواليس. إذا أنت عملتي ده في حياة مياه النيل هتكتشفي أنه أنت كنت في حاجة إلى أن تمسكي بنقطة بداية. إذا أمسكتي بنقطة بداية جنب كل جنب التعقيدات التاريخية جنب التعقيدات السياسية، إحنا في مياه النيل نحن أسأنا التصرف في المفاوضات، نحن ذهبنا خدناها مسألة وظيفية ورحنا خصوصا في اجتماع كينشاسا، أظن أن احنا لكد يكون ادينا التنازلات ملهاش لزوم، ثم أهملنا الموضوع، ثم أصبح موضوع مياه النيل موضوع ثانوي وتصورنا أن احنا نبعده عن الذاكرة. لكن تنبهنا كلنا لما بدأ سد النهضة يبتدي فعلا، سد النهضة والمشروعات المتصلة به بدي من بدري قوي. التنفيذ زي انت ما كنت بتقولي الوزير امبارح لا او الوزير ايوم او من كذا يوم زي ما كنت بتقولي له انك انت بتقولي في حاجات انا مش ماسكاها بايدي. عايز اقول لك انه هذا اتفاق انا مش عايز امسكه بايدي، مش عايز، ما فيش، ما عندك، خلي بالك انهم ابتدوا وبقى في قدامك شبه امر واقع، وانا عارف ان في تعثرات كبيره قوي، لكن انت قدام موقف في منتهى التعقيد وفي منتهى الحيويه وقد افلت من يدك بالكامل. اذا تصورتي انك في لحظه واحده هتمسكي بكبير بالتزام قاطع وجامع ومنع بالطريقه اللي صارها نتكلم وهم. لكن بدايه لايه يا استاذ؟ يعني هل السياسه تقوم على فكره التعاون وحسن النوايا؟ يعني يبدو موضوع حسن النوايا ده مقلق. انا قد اختلف في مساله حسن النوايا وفي مساله عارف ازورك. حسن النوايا لازم يبقى موجود باستمرار، لكن في النهايه كل الصراع مرهون بحقائقه. ما تقدريش تديري أي قضية ولا أي مشكلة ولا أي صراع إذا لم تكوني ملمة بحقائقه. لا تقتربي من مشكلة إلا إذا استطعتي توصيفها، ولا تتقدمي لقضية إلا إذا عرفتي تفاصيلها ودخائلها. لكن إحنا بنندفع مرات. أنا مش موافق، مانيش متحمس قوي للعواطف في هذا، لكنه بلغة المصالح وما يسند هذه المصالح من إمكانيات قوة وما هناك من حقائق على الأرض، علي أن أجد طريقا للإمساك. أنا هنا بعتقد ده ما هوش حل، لكن بعتقد أنه إمساك بطرف خيط كان فالتا من يدك وكان ضائعا وأنت أدركت أهميته في لحظة، لكن وإن كنت غير أقصد الرأي العام بصفة عامة. الرأي العام ما هوش ملم بتفاصيل ده كله. الرأي العام بيعنيه مية النيل. عايز اقول لك انه في ده كله انا بيهمني حاجه واحده وهو مده تخزين في مساله سد النهضه. لان في مساله سد النهضه وده غير مذكور على الاطلاق. لا مذكور في ان مصر هتشترك في اتفاقيه مختلفه. كويس قوي. انا ما اقدرش. انت شوفي، خلي بالك انت تركتي في تعقيدات تاريخيه طويله، في تعقيدات سياسيه مستجده في العصر الحديث، يعني في موقف نشا عندك وانت تبينت خطرته، وأنت وفي غيابك الكامل تخلقت حقائق جديدة على الأرض. فإذا أردت أن ترجعي وأنت عاوزة تمسكي، إذا تمسكي بطرف فعليك أن تتقدمي. عايز في حاجة أحطها في ذهنك كده، إنه هذا صراع استعمال القوة فيه لا يمكن، مستحيل. لكن ممكن تعملي تشتغلي في السياسة وممكن تعملي في حاجات كتير قوي. خلي بالك ان من ضمن اسباب مجيء اثيوبيا الى شرم الشيخ والتصرف كده انه ايضا اثيوبيا لقيت انك لست وحدك. شوفي في مسألة مهمة جدا، اثيوبيين كانوا واخدين موقف عناد مطلق. بمعنى انه انت عارفة ايه، في اما تصوري اما تحطي في ذهنك خلفية اخر حرب الصليبية، خلفية انه حد بينهي صراع منطقة، انه في ما هو اكبر مدى من راس التاريخ، في اخطاء انت عملتيها. الاثيوبيين بدوا يتعاملوا معاك، انت سبت افريقيا، الاثيوبيين وغيرهم بدوا يتعاملوا معاك بانه مصر اللي سابت افريقيا على عيني وراسي. افريقيا ماشية بتعمل، والصين بتساعد وبتشتغل،
وما هماش محتاجين مصر زي زمان، ما حصلش. وبعدين شايفين انت احوالك ايه، والتحول التردي اللي احنا موجودين فيها ايه. فانا بعتقد انه اثيوبيا كانت بتتعامل مع مصر من نوع بدرجه من محاوله كسب الوقت، كانك تكسبي وقتا دون اهتمام كبير وتعطلي وكده. لكن عندما ظهر احساس جديد انه هناك بشكل ما رابط للامور في مصر، وانه هناك روح جديده ممكن ان تقوم، بدا الناس، انا بعتقد انه التفاف العالم العربي حواليك بهذا الشكل، وما بدا من انه كل الناس جايه او كل الناس مهتمه، وما بدا من انه فاق توقعاتك احيانا بصرف نظر عن الارقام. انا كل المليونيرات دي البليونيرات دي يعني مخضوض منها يعني يعني نفسي قوي ربنا يكمل بخير، لكن مش هي بتعنيني، بيعنيني هذا الالتفاف. هذا الالتفاف يعنيني اكثر من اي حاجه ثانيه. وبعتقد انه هذا الالتفاف كان ضمن العناصر التي جعلت ديسالين او غيره رئيس وزراء اثيوبيا او غيره كلهم يعتبروه انه في مصر في حاجه مختلفه لا تستطيع ان تعالجيها بالارجاء ولا بعدم الاهتمام ولا بكسب الوقت بشكل او اخر دون مقتضى. هل عندما قال ديسالين إما نسبح معا أو نغرق معا ونحن سنسبح معا، هذه الجملة الشهيرة اللي كررت عدة مرات، أنا شخصيا سعيد بها. لكن عايز أقول لك حاجة، أنه قرر أن يسبح معك حينما وجدك تسبحين. أنت قبل كده كنا بنغرق الحقيقة. مش عايز في غين ولا عبد الحليم حافظ أني أغرق، أغرق، أني أغرق. إحنا كنا في حالة غرق. خلي بالك ان احنا بشكل في لحظه من اللحظات كنا تجمدنا 30 سنه في كل حاجه تجمدت. لما تفكت المسائل بدا كل المتجمد والعالق والراسب والراكد كله بيتحرك مره واحده، ودخلتي في احوال من على الاقل من الضياع، مش عارفه فيها ايه. امال قدامك كبيره جدا وحقائق تعوق تقدمك. تحرك الرئيس السيسي ان يزور، يعني بعيدا عن مجرد توقيع اتفاق النهضه او اتفاق المبادئ، ان يزور السودان ثم يزور اثيوبيا ويلقي كلمه امام البرلمان الاثيوبي، يدعو ديسالين الى افتتاح قناه السويس الجديده، كل هذا يعني هذه سياسة مختلفة، هذه سياسة هو بيتحرك فيها، هذه سياسة هو بيتحرك فيها. لكن عايز أقول لك حاجة، لم يكن يستطيع أن يتحرك فيها إلا بعملين. ما عبر عنه أن مصر تستيقظ لأن العالم العربي أحاط بها وهي أعادت إليه. فأنت لأنه حقائق القوة عندك تغيرت، لأنه موازين القوة عندك بدأت تتحرك في صالحك بشكل أو آخر، ولذلك هو ده اكتر حاجه بتقلقني، ان انا راغب في الامساك باللحظه في باستمرار في من اول دانانجو ومن اول شاعر ايطالي شهير دانانجو، الامساك باللحظه، سيز ذا مومنت، امسكي باللحظه. انا بعتقد ان احنا قدام لحظه ينبغي الامساك بها. الناس جورك وانت لكن هو امذن الخطوه جاليه، وهو ده اكتر حاجه بتهمني. لانه ايوه اثيوبيا جت وفي اتفاق ووجهنا نداءات وكل كل ده كله تفاصيل. ما يعنيني انه هناك موازين قوه تتحرك وعلي ان امسك باللحظه. غدا اذا كنا نريد ان نمسك باللحظه فهناك لحظه ايضا مهمه بالنسبه للعالم العربي، غدا يجتمع القاده في شرم الشيخ، هذا العرب في مؤتمر وتراه مهما. هو مهم جدا في منتدى ما يولوني قلق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اول حاجه بعتقد انه العالم العربي كله مش حاضر نتيجه يعني الظروف. الدوره اللي جايه بكره دي هي الأربعين في القمم العاديه. المشاكل اللي موجوده عندك انك ينبغي ان تمثلي، وده المسؤوليه اللي على الرئيس السيسي، انه عليه ان يدرك وهو يواجه مؤتمر القمه العربي، وهو داخل مؤتمر القمه العربي، وانا هتكلم على مؤتمر القمه العربي معاكي على طول، انه بيمثل الحاضرين والغائبين. الحاضرين والغائبين. والغائبين، لأنه إذا لم يدرك أنه في هذا المؤتمر يمثل إرادة الأمة، إذا تصور أنه داخل في هذا المؤتمر وهو يمثل مصر فقط، أنا بعتقد أنه we have missed the moment. أعتقد أن احنا فقدنا اللحظة. المشكلة اللي عنده، وهذه أنا بعتقد أنها مشكلة محتاجة تفكير كتير جدا وأنا مش شايفه، الرئيس السيسي يدخل هذا المؤتمر ويخرج منه. خلي بالك من الحاجات اللي حصلت مهمة جدا في شرم الشيخ،
انه الرئيس السيسي تحول من رئيس الضرورة زي ما قلنا ذات يوم الى رئيس الاختيار، وهذه مسؤولية. من الضرورة الى الاختيار، الى الاختيار، لانه عارف ايه، انا بعتقد الشعب المصري وانا واحد منهم، انا في لما في 30 يونيو ما كانش في حاجة تانية، الرئيس السيسي هو رئيس الضرورة. لكن انا بعتقد انه في شرم الشيخ وبالطريقة اللي ادار بها المؤتمر وبالطريقة اللي استطاع ان يعمل بها حركة وحيوية المؤتمر وبالطريقة التي ظهر بها التنظيم وبالطريقة التي حتى بما فيها دور المرأة المصرية على وجه مشرف اخر، بعتقد انه في هذا المؤتمر حدث له sort of metamorphosis، زي التحول اللي بيحصل في الكائنات في بعض الأحيان، حصل تحول أمامي رئيس الضرورة إلى رئيس الاختيار، وهذه مسؤولية مذهلة مخيفة يعني، لو لابد أن ندركها. ولذلك أنا بقول لك إنه في هذا المؤتمر لما يطلع العالم العربي بيتكلم في أفكار وفي أشياء وبيطلب مصنع تنهض بمسؤوليات جديدة وفي متغيرات أنت كلمت شفتيها وشفتك سمعتك في أنا متابعة وبشوفك بتخانقي مع الناس وبشوفك بتخانقي مع الناس وببسط إنك ما تخانقيش معايا قوي. لا ما أقدرش. لا لا وهنا في تحول، هذا التحول يلقي مسؤوليات عليكي أظن أكثر مما نحن مستعدين له، ولذلك هو ده اللي نفسي إنه في هذه الفترة سواء المؤتمر، لأن المؤتمر لن يسفر عن شيء كتير قوي. وهنشوف في جدول الأعمال واحنا بنتكلم، لكن هو ما بعد المؤتمر، ما بعد المؤتمر ومع تراكم كل اللي انت كلمتي عليه مما جرى في الأسابيع الأربعة الأخيرة، أنا بعتقد أن احنا أمام احتمال أوضاع جديدة. بقول احتمال ليه حضرتك شايف ان هو لن يسفر عن اشياء كثيره؟ هي القاده العرب امامهم مفروض جدول اعمال مهم، العالم العربي مفكك، الارهاب يضرب باطنابه في كل مكان، احنا قدام وضع استثنائي. انت مش ملاحظه انك انت بتقولي والله العالم العربي مفكك والارهاب يضرب اطنابه في كل مكان؟ لا وضيفي عليهم ان العالم العربي يواجه مشكله رهيبه في انخفاض اسعار البترول. ببساطه كده لما تتصوري ان السعوديه بلد زي السعوديه ممول رئيسي لكل ما يجري على الساحه، فقدت لغايه النهارده بالارقام اللي موجوده عندهم متوقعاتهم للمرحله اللي فاتت يعني من انخفاض اسعار 35 بليون دولار. انت بتتكلمي على حد دخله كان دخله 110 بليون دولار، هيبقى دخله حوالي 60 بليون دولار، هيفقد نصه. افتكر ان هو كان بيصرف اكتر من دخله معتمدا على انه دخله مستمر. فاحنا اضيف ايضا الى اللي موجود اللي قدامك انخفاض اسعار البترول، فانت قدام انت بتقولي ارهاب وبتقولي لي فكك، وبقول لك كمان ومشكله اقتصاديه في التمويل كبيره قوي وفي الالتزامات. فبعدين مؤتمر قمه، لو شفتي في المؤتمر قمه الحاجه المهمه اللي قدامه الوحيده هي حكايه انشاء قوه عربيه. طيب اسمح لي، عند انشاء قوه عربيه انا هقف فاصل قصير، في الفقره القادمه نتكلم على اجنده القمه العربيه، موضوع القوه العربيه المشتركه اللي مطروحه امام القاده العرب، هل هي يجب ان تكون لب الحوار ام ربما يجب ان يكون هناك اشياء اخرى، ونفصل بقى مشكلات العالم العربي المفكك تحت الارهاب اللي تحت اذا فاصل، وبعد الفاصل نتحدث عن القمه العربيه التي تجتمع غدا في شرم الشيخ. أهلا بكم من جديد أستاذ هيكل. غدا في شرم الشيخ يجتمع القادة العرب حول قضايا كثيرة جدا، واحدة من هذه القضايا المطروحة هو القوى العربية المشتركة التي كانت قد طرحتها مصر، ولا ندري ما إذا كانت ستدرج بالفعل في جدول القمة أم أنها ستكون مناقشة على الهامش. في رأيك هل هذه قضية مهمة؟ هل يجب أن تكون هناك قضايا أخرى؟ كيف سيواجه العرب الوضع المتردي طيب الذي يعيشون فيه؟ خليني أقول أول حاجة أنه أنا عندي أسباب القلق. هقول لك أسباب القلق. أسباب القلق، أنت ما أقولك رحت حرب باستمرار في حاجة اسمها the lull of war، ضباب الحرب، الفترة السابقة للمعارك الكبرى في جيوش احتشدت، وانت عندك في المعركة اللي انت فيها في جيوش تحدد وفي قوة تقدمت وفي ميادين تحددت وفي صورة كاملة بدل او على الاقل بدأ تحشد.
بيحصل يبقى فيه اللالوفور من اين نبدا الخطوه الاولى ومين ياخد المبادئه ومين يتصرف وايه المعلومات المتاحه للاختراقات الكبرى اللي ممكن تحصل. احنا باستمرار في سواء في السياسه او في الحرب او حتى في الثوره في لحظه اللالوفور اللي هي ضباب الحرب. اقصد ضباب موقف معين، ساحه معينه. في كله ممكن ويبدو كله صعب، وفي كله نحن قادرين عليه ويبدو في كله في عقبات. انت في هذه اللحظه تقريبا. من اسباب قلقي انه مؤتمر شرم الشيخ الاولاني الاقتصادي كان بارز وباهر. خايف جدا انا على مؤتمر قوى القمه العربي اللي جاي بكره، انه بعدد الحضور وبعدد الغياب وبمستوى الحضور خايف قوي نبقى في مقارنات. كان نفسي بشكل ما يبقى في فاصل اوسع بين دوده لكي لا ترتد الصور على بعضها وتؤثر بعضها. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان انا عايز اقول لك انه اللي احنا موجودين فيه في المعركه اللي انت موجوده فيها، اخر سلاح ينبغي ان تلجئي اليه هو القوى العسكريه. انا الجيش العربي انا بحترم جدا كل جهود، بحترم جدا كل الاقوال وكل الاجتهادات، لكن بعتقد ان احنا امام متغير، امام عصر متغير بالكامل، وان انا خايف منه انه قياده مشتركه تكاد تكون من مفردات الحرب، الصراع الاسرائيلي العربي، وليست مما هو نواجهه. خلي بالك انك انت لما تروحي باستمرار الحرب تقولي والله انا عندي مصدر تهديد معين انا عارفه حجمه كذا وانا عايز اواجهه بقوه محدده وفي ميدان قتال محدد وفي جبهه وفي موارد مطلوبه، سلاح وتفوق عسكري وامداد وتدريب واللي انت عايزاه. اللي انت قدامه النهارده ليس الصراع العربي الاسرائيلي، والمفردات اللي كنت بتستعمليها في الصراع العربي الاسرائيلي ليست هي ما ينبغي ان يرد على خاطرك، لانك هنا جزء من ادراك انه الذي بتكلمي عليه ليس استمرارا لمؤتمرات القمه السابقه، ولكنه لابد ان يكون استمرارا للروح شرم الشيخ. في حاجه احنا سمينا زمان اهم حاجه في العالم الثالث كله كان زمان روح بندونج. وبعتقد انها بندونج كانت مش بس لقاء، كانت رؤيه، كان تفتح العالم الثالث كله على مستقبل تتصوره من الاستقلال والحريه ومن التنميه والعدل الاجتماعي. وهذه قيمة دندون كويس. مؤتمر شرم الشيخ ادى حاجة مهمة قوي قوي، وهي انا بعتقد ان اول حاجة اداها كده على طول، ان احنا امام عصر تتراجع في الايديولوجي وتتقدم في التكنولوجي. الايديولوجي قولي في الايديولوجي زي ما انت عايزة، كلها كانت تصلح ماركسية رأسمالية، مش بقى في حاجة تانية مختلفة. أزيح هذا كله ممكن نستفيد منه كثقافة، لكن بقى قدامك التشالنج التقدم اللي موجودة. العقيدة اللي قدامك هي عقيدة التقدم مصحوبا بالعدل الاجتماعي. التقدم في معناه الشامل، مش التقدم بس مجرد انه يعني مظاهر الحداثة، لا انا عاوز جوهر الحداثة، جوهر جوهر التقدم. انا في تغيير حصل، في تغيير. ما اقدرش اخد مفردات الصراع العربي الاسرائيلي وهو ينتمي الى مرحله واطبقها على ما ياتي، على ما مستقبل. الصراع اللي انا قدامي ليس صراع عسكري بالدرجه الاولى. القوه قد تدخل فيه والسلاح قد يدخل فيه، لكنه يحتاج الى اداره من نوع مختلف، يحتاج الى تصورات قبل ان تقدمي على قرارات. وانا بعتقد ان هنا مأزقنا. انا مش شايف في تصورات كفايه بصراحه، يعني شايف ان في رغبه في العمل ورغبه انه في اتجاهات الى قرارات، لكن الماضي لا يزال يحكمنا. تجربتنا القديمه وثقافتنا ساعات تقفز فوق ما نستشعره احيانا من انه الدنيا بتتغير، تقفز تعود بنا الى ماضي. بتقولي قوه عربيه مشتركه النهارده، تقولي قوة عربية مشتركة هتحارب فين أو تعمل فين؟ الإرهاب، يعني عندك الإرهاب إذا كنت داعش، حوثيين. أكلمك على داعش، لأن داعش تجربة عاوزة تتناقش كويس قوي. لكن تعالي قولي، تعالي قبل نقول إنه داعش
في ناس بيقتلوها في سوريا بتقتلها، النظام السوري ما بقي من بيقتل، العراق بيقتل بيحاول، الأمريكان بيضربهم. الأتراك في موقف غريب جدا، الإيرانيين مستفزين في اللي حاصل، في معركة وفي سلاح بيستعمل لكنه حتى الآن لا يبدو مجديا. افتكري أن أوباما لما قال أنه حرب مع داعش هتاخد 3 سنين احنا كلنا قلنا إيه الكلام ده؟ إيه الكلام؟ لأننا قسنا بمقاييس الماضي، لكن لو قسنا بمقاييس الحاضر إذن فنحن أمام حاجة تانية مختلفة قد تطول مدتها وقد يطول أمدها. وفي كل الأحوال السلاح هو الملاد الأخير، في أسلحة كتير قوي في الساحة، لكن أنت قدام مواجهة تحتاج إلى تصورات مختلفة من نوع مختلف، بس تحتاج أيضا إلى حل عسكري. لا 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 لا. ليبيا شوفي، عشان شوفي لما تتكلم أنا موافق أن القوة لابد أن تدخل في مرحلة من المراحل، لكن هو السؤال ال يعني أنا بيتقال لي لما سألت في إيه يا جماعة، ما سأل مع الأسف شديد بتكلم معلومات الصحفي عادي يعني ما يجعب حاجة، لكن بتكلم بقول يقولوا لي الموضوع مش بس القوة، القوة هتبقى موجودة تتدخل عند اللزوم، اللزوم حاصل، اللزوم أكتشوالي حاصل بالضبط. طيب كويس. طيب تنسيق مخابرات، تنسيق المخابرات بقالنا في ودانا من أول أفغانستان لغاية النهاردة حصل تنسيق مخابرات، مش هو ده الموضوع. الموضوع ان احنا قدام صراع من نوع جديد على المستقبل وعلى امكانيات المستقبل، ولا بد ان نديره باسلحته، واول اسلحته ان نكون فاهمين كيف تحاربي ما لا تفهمين. انا بعتقد ان احنا لم نستطع حتى الان ان نتصور اللي قدامنا ايه. افتكري ان الدول كلها كل المجتمعات عند النقط الفاصله في التاريخ وفي ظروف مشابهة للي احنا بنفوت فيه النهاردة كلها لجأت إلى وقفت الفعل، قالت مش وقت حركة، عاوزين نقعد نفكر ونتصور. افتكري انه بعد ما انا معلش انا برجع للتاريخ لاني بعتقد التاريخ باستمرار هو الخلفية اللي وراكين في السياسة، يعني بس قبل ما نرجع للتاريخ قبل ما نرجع للتاريخ قمع ده عملية قمع. طيب يعني حضرتك ترى ان القادة العرب غدا في شرم الشيخ يجب ان هم يقفلوا باب على نفسهم كده ويبتدوا يفكروا في تصور؟ يعني شوف مش هلحقوا يفكروا في حاجة. بصي مؤتمر بكرة انا بعتقد انه ليس عنده شيء الا ان يقر جد اعمالهم، ليس عنده شيء الا ان يستشعر انه في غياب ناقص كتير قوي، ليس عنده ان يستشعر الا انه في مرحله جديده هو مش قادر يوصفها وفي خطر جديد داهم هو مش عارف يواجهه ازاي. احنا رايحين نواجه مؤتمر يعرض حلول ونحن لم نوصف مشكله، وهو ده اللي بتكلم عليه. فكره التصورات بقى يعني فكره طب هقول لك حاجه، انا بديكي نموذج، خدي 3 نماذج في العالم حب يعملوا ايه ومستمعين عبر التاريخ. بعد أوروبا بعد الحروب النابليونية وبعد الثورة الفرنسية كانت في حالة دمار، وجم يشوفوا دي الفترة اللي كتب، جم يحاولوا يشوفوا إعادة بناء أوروبا زي ممكن يستعيد أوروبا، ودي الفترة اللي كتب فيها كيسنجر كتابه الشهير اللي هو دوشارته للدكتوراه اللي هو A World Restored، عالم يعاد بناؤه. العالم اللي بيعاد بناؤه ده اتعمل في مؤتمر فيينا، خد سنتين فيينا 1815 و14 و15 خد سنتين دول كلهم. خلي بالك كان في 4 كبار اللي قادوا الحرب ضد نابليون او اللي شاركوا في اسقاطه، عندك الكسندر قيصر روسيا، وعندك ميترنيخ الارشيدوك النمساوي المهم جدا اللي هو اهم شخصيه تقريبا في الهابسبورغ، في شخصيه هابسبورغ، وعندك كاسلري وزيخ جيت انجلترا، وعندك تاليران ثعلب فرنسا وبطل الدبلوماسيه. طيب قعدوا 3 سنين بيفكروا كيف يمكن بناء عالم جديد، كيف، وقدروا بالفعل يبنوا او يحطوا تصورات للحلف المقدس اللي خد اوروبا، منع حرب أوروبية شاملة لأنه ده كان هدفه من أول 1814 لغاية 1914، 100 سنة حصل فيهم تطورات مهمة كبيرة جدا جدا نتكلم فيها لو حبيت بسيطة. بعد الحرب العالمية الثانية الحلفاء كلهم الحرب قربت تخلص والقنبلة النووية على وشك أن تستعمل، لم تكن قد استعملت بعد، وترومان رايح المؤتمر بدل روزفلت، أن روزفلت مات وتشرشل موجود وبتحصل انتخابات في نص المدة وروح ويسقط ويجي رئيس وزراء غيره هو قتلي.
والناس بتفكر في ايه؟ فكر في اوروبا كيف يمكن يعاد بناءها، واول مشكله قدامهم زي ما انت عندك كده النهارده انه على الاجانب الحلفاء في 18 مليون عسكري هيسرحوا من حرب، وهنعمل لهم ازاي نعمل لهم احوال اعمال وعمل ومستقبل. طيب في المانيا مدمره، ووسط اوروبا لا يمكن يعيش من غير المانيا موجوده في قلبه تحفظ توازناته، وانجلترا عندها مشاكل مستنزفه على الاخر مفلسه في الحرب. وبدوا الناس يفكروا كيف يمكن ان يبنوا مستقبل جديد لاوروبا في بوتسدام 44 45. الناس دول قعدوا ودوا نفسهم وقت لبحث تصورات وليس قرارات. حاجة تانية تالتة بقى، المؤتمر التالت اللي من هذا النوع مؤتمر في ستراسبورغ بسيط جدا. ميتران لما جاء رئيس قعد سنة سنتين كده في الرئاسة، هو جاء سنة 80 81 82، قرر عاوز تصورات. بيقول موجود كول في ألمانيا، مستشار كول في ألمانيا اللي عنده سياسة أوست بوليتيك، اللي عاوز يروح يعمل اتصالات بشكل ما مع الاتحاد السوفيتي، مش ممكن يقبل الكلام اللي بيعملوه الامريكان، والامريكان زعلانين منه. ميتران بيحاول يبعث دور فرنسا متصورا دور ديجول متطورا اكتر من كده. انجلترا مارجريت تاتشر جايه بسياسه جديده وبتصورات جديده، لكن ميتران بيقول لهم ايه؟ احنا مش قادرين نتحرك، اوروبا مش قادره تتحرك، اوروبا يلزمها ان تاخذ مسافه من امريكا، لا تنفصل عن امريكا ولكن تستقل، تبقى طرف دولي قادر على التاثير، قادر على سياسه مستقله، لان الامريكان بهذه الطريقه سواء وقتها كان فيتنام والكلام ده كله هيودونا في داهيه، هيودونا في مشكله. فاحنا عاوزين ايضا يبقى في سياسه اوروبيه، لكن مش عاوزين مؤتمر، مش عاوزين قرارات. دعا كول ودعا تاتشر الى فندق صغير جدا في الجنينه في ستراسبورغ على الراين، لا جدول أعمال ولا مستشارين، لكن ثلاث رؤساء قاعدين على مهلهم بيفطروا بيتغدوا بيتعشوا سوا وبيتناقشوا في الجنينة سوا حوالين ترابيزة، وبيتناقشوا في مناقشة مفتوحة لكي يجدوا تصورات، لأنه بعض المرات ما فيش قرارات، بعض المرات أنت ما تقدريش تعملي قرارات، وأي قرار هتعملي هيطلع غلط ما لم تكن تصوراتك صحيحة، ما لم تكن تصوراتك متصلة بواقعك، متصلة بهذه اللحظة، متصلة بهذا الزمن، فأنت هتعملي. دايما عندنا القديم يفرض نفسه. في حالتي فيينا وبوتسدام كان في دايما مهزوم، وكان مهزوم كان في نابليون مهزوم، فرنسا مهزومة، وكان في طيب وكان في ألمانيا مهزومة. انت عندك مهزومين كتير قوي. ايوه بس يعني هنا كان في مهزوم ومنتصر، والمنتصر كان بيبتدي يعيد تقسيم القارة. لا لا افتكري، خدي انت بتاخدي، خدتي المثالين وسبت التالت اللي سبت التالت بس خدت المثالين عشان وبوتسدام حتى بصرف النظر عن الانتصار الناس ما كانوش بيتكلموا على هل انتصرنا او لا، كانوا عارفين انه انتصر، لكن كانوا بيتكلموا على المستقبل. هو عاوز اقول لك ايه؟ انه ما يجمع هذه المؤتمرات الثلاثه مع بعض انه اصحاب هذه المؤتمرات ادركوا انهم امام لحظه فارقه في التاريخ، وانهم قدامهم عايشين في حاله لان اوف وور بشكل او اخر، حاله الضباب، وانهم يشعروا انه في عالم تغير، وانهم يريدوا ان يفكروا في كيف يواجهوا هذا العالم الجديد اللي بينبثق قدامهم. هل احنا عندنا تشابه مع هذا الوضع؟ انت عندك تشابه بالظبط. انت لما تقولي لي العالم العربي مخربان كله مفكك، لما تقولي لي الارهاب بيزرع فيه، لما تقولي لي ان مصر فاتت في الغليان اللي فاتت فيه في الكذا سنه اللي فاتت ولسه ما خلصناش، ولما انت قدام عالم لابد ان يعاد بناؤه، فانت قدام لحظه تصورات ينبغي ان تتقدم وقرارات عليها ان تنتظر حتى تتجلى صور، تتجلى حقائق. هنا ربما يكون المفتاح الأول هو أهمية إدراك العرب أن تقوى مصر وأن تعود مصر إلى دورها. صحيح، لكن كويس، ممكن تقوي وممكن تعود لدورك، لكن هنا بقى ما بتقولي مصر تستيقظ، رئيس السيسي بيقول مصر تستيقظ، أورايت تستيقظ وتتحرك، كويس قوي، لكن أي الطرق؟ فين؟ ما أنت عندك، أنت قدام طلعة إلى ساحة كلها مدمرة. وانت البلد اللي كنت معزوله طالعه تقودي وتتحملي مسؤوليه، بلاش تقودي وبلاش الرياده والقياده اللي زهقنا منها وكلام فارغ يعني، لكن طالعه تتحملي مسؤوليات، والطرق كتير قوي وعليك ان تختاري من اين تبداي. انت البدايه بتصور قوه عسكريه مشتركه، انا بعتقد انها في رايي
وقد أكون مخطئ، يمكن غيري شايف حاجة تانية. أنا بعتقد أنها قد تكون ضرورية، لكنها مش هي شكل ما هو قادم، مش هي ما يكفي لما هو قادم. أنت محتاجة إلى تصورات أوسع من كده جدا، فيها الاقتصاد، فيها الثقافة، فيها الفكر، فيها التصرف، فيها الفعل، فيها التأمل، في كتير، فيها كتير قوي، فيها الجرأة، فيها فيها مواجهة. لا، أنت قدام أحوال كتير قوي متغيرة، متغيرة جدا. وما تيجي تقولي مصر تطلع وتستيقظ ثم تتحرك وتتقدم، عليك هنا فرز الأولويات، لها مهمة قوي قوي. فرز الأولويات هنا بعتقد أنه صعب في منتهى الصعوبة. فاللالو فور اللي كنا بنتكلم عليه، في ضباب الحرب، في ضباب الثورة، في ضباب الفوضى، عليك أن تفكري أكثر. فرز الأولويات تبقى أولوية هؤلاء القادة إيه يا أستاذ؟ ما هو أنا بقولش فيه، لو حد قال لهم أولوية، هم أوريدي عملوا خطوة مهمة جدا. في خطوة مهمة جدا، أو في خطوتين مهمين عملتهم مصر في اعتقادي يعني. حاجة الأولانية أنه هذه العودة اللي شفناها في شرم الشيخ الأولاني بديعة، تدل على أنه على الأقل الاتجاه العام لما هو قادم قادر على أن يتلمس بشكل ما الطريق إلى التقدم. يعرف أنها، شوفي إحنا الفترة اللي فاتت هلكنا أنفسنا، وأظن تعبنا الرئيس السيسي. هل هو ناصر اثنين؟ لا، ما هوش ناصر اثنين. هل هو السادات اثنين؟ ما هوش السادات اثنين. هل هو مبارك اثنين؟ ما هوش مبارك اثنين. بيقول لي مش هو كمان في حاجة تانية مختلفة، أنه رئيس جاي بعد ثورة، بعد مرجعية، المرجعية الرئيسية قدامه 25 يناير، محدش يتكلم في حاجة تانية. والهدف المطلوب قدامه مش الأيديولوجي القديمة. أنا خايف من بعض الأيديولوجي اللي تتكلم على السوق الحر، وده يخلق الطريقة اللي بيحصل فيها دي كلها، خايف منها، قلق منها، لأنها لا تزال بحس أنه مدرسة شيكاغو في الاقتصاد لسه مؤثرة علينا، وميلتون فريدمان مؤثر علينا. لكن أوريت ده موضوع تاني. عايز أقول لك أنه السيسي قدامه حاجة تانية تختلف عن كل ما حاولنا تصنيفه. الخطوة التانية بعد مؤتمر، المؤتمر بقول لك المؤتمر بدا أورا، مؤتمر شرم الشيخ أظهر أننا بشكل ما على في الاتجاه الصحيح، لكن ما لناش طريق لسه. في فرق بين تاخدي دايركشن معين وبين اختيار طرق. الحاجة التانية اللي أنا بعتقد أنها عملها كويس قوي، أنك في مية النيل، وهو موضوع مش بس له تاريخ، إسرائيل حتى لما راحت في إثيوبيا وتغلغلت كانت في مية النيل، كانت في ذهنها. فأنت قدام واحد، قدام إدرنا، بصرف النظر عن حيرتك أحيانا وعن حيرتي وأنا بقرأ النصوص، أنك أمسكتي بطرف خيط، وهذا كله برضو بيوري أنك أنت ماشي في الاتجاه الصحيح. لكن أنت بقى وانت داخلة بالتفويض اللي عندك من دول عربية جاتلك، من عالم عربي بيطلب انك تتقدمي الى مسؤوليتك بهذه الظروف، في هذه الاحوال، اذا لم تتنبهي انك لستي امام الصراع العربي الاسرائيلي. الصراع العربي الاسرائيلي موجود، مركون في حتة تانية هنتكلم فيه بعدين، لكن اللي قدامك صراع من نوع اخر. هذا الصراع قدام الارهاب على سبيل المثال، هذا الصراع من أجل أنت العالم العربي اللي قدامك النهاردة في يكاد يكون مسرح عمليات في مستشفى. الناس دخلت فيه عمليات فتح بطن، ثم فجأة انقطعت الكهرباء والبطون مفتوحة والناس نايمة على ترابيزات العمليات، وعمليات لم تكتمل. سوريا على مقيت عمليات، مش عايز أتكلم على العراق. ليبيا نفس الحكاية. كل اليمن، اليمن أخطر مما يتصور أي حد. طيب اسمح لي أن نقف هنا قليلا أوي. وبعد الفاصل نبتدي نفصل طيب. هذه الأوضاع المتردية في عدد كبير من الدول، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، باب المندب اللي على يعني حافة سيطرة الحوثيين، وليبيا التي تجاورنا، يعني هذا الوضع المتردي في العالم العربي، لو تسمح لنا. يا أسأل أقدر في حد يقدر يسمح لك أو لا يسمح لك؟ طبعا نشكرك. فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذه القضايا المشتعلة أمام القادة العرب غدا في شرم الشيخ. أهلا بكم من جديد.
استاذ هيكل، ياتي القادة العرب الى شرم الشيخ كل محمل بملفات ثقيله جدا من بلاده، ولنبدا مثلا بالعراق التي يعني كسر جيشها منذ فتره طويله، داعش يحارب الارهاب الان في داعش ولا يحاربها لوحده، يحاربها مع التحالف الدولي وايضا الى جانبه ايران، يعني وضع غريب جدا. لا لا لا، في كل واحد بيحارب لاغراض معينه. المشكله في حرب مع داعش انه العراق بيحارب او الموجودين في بغداد او غير بغداد بيحاربوا، بيتكلموا على حاجه تمسهم. ايران موجوده في الساحه بما يمسها، احنا موجودين في ساحه بما يمسنا، بما يمس العالم العربي. سوريا موجوده في ساحه بما يمسها، فانت الامريكان موجودين. لكن هو المشكله، وهو ده اللي انا بتكلم فيه على التصورات، انه كل الاطراف في نفس المعركة لكن كل واحد بقصد مختلف. المعارك ما تكسبش بهذه الطريقة، على الأقل من الجانب العربي، من جانب اللي احنا بنمثله دلوقتي. احنا في اختلاف، في اختلاف كبير قوي، وهو أننا أصبحنا نتولى مسؤولية أساسية في العالم العربي، وأنه علينا. لو تشوفي انت بتتكلمي على داعش وعلى الإرهاب، لما تبصي الخليج اللي هو أهم منطقة في العالم العربي، في العالم العربي دلوقتي، شمال كله في داعش، الجنوب كله في الحوثيين، الشرق كله، منطقة الشرقية في السعودية كلها شيعة. أنا ضد انقسام العالم العربي لسنة وشيعة، وبعتقد أنها من أكبر الجرائم التي حصلت في التاريخ الإسلامي هو هذا الانقسام اللي سموه الفتنة الكبرى، واللي احنا عدنا بعثوا على حل بشكل أو آخر تاني من غير داعي. لكن أنت الخليج محاصر كله، في معركة في الداخل ضد الإرهاب، وأطراف الإرهاب موجودة في كل عاصمة عربية، في ليبيا وفي مصر بشكل مطوق العالم العربي، مطوقة. أنت ملك عبد الله يوم من الأيام اتكلم قال لي أنا خايف من الهلال الشيعي. عال الهلال الشيعي ما بقاش هلال، إذا كنت دايرة. بقى دايرة، بقى دايرة حصار. صح. حصار حول القلب. طيب، وأنا بعين أنا مش أنا رافض تماما حكاية الشيعة دي، رافضها تماما. يعني القضية قضية أنك أنت هزمتي كل اهدافك الطريقه اللي فاتت، وهو ده اللي قلقني في مؤتمر شرم بكره، انه احنا بالسياسات اللي مشينا عليها لغايه النهارده هزمنا جميع اهدافنا. اردنا ان نحاصر، حاربنا ايران، جعلناها اقوى دوله في المنطقه لسوء الحظ. ما بقول مش بقولش انا عاوز دوله قويه على حال في المنطقه، عايز دول قويه، ما عنديش مانع تبقى ايران نوويه، لانه اذا كانت اسرائيل نوويه ما فيش داعي تنفرد بالسلاح النووي، لكن دي قضيه ثانيه. حاولنا نحارب الحوثيين على منطقة صعدة، فديناهم اليمن كله كله. احنا هنا في يوم من الايام غلطنا، بنواجه الصورة، فاذا ادينا البال كلها الاخوة المسلمين، وغلطنا كلنا كلنا بشكل او اخر. بمعنى انه غيبة التصورات، وهي برجع لك التصورات التانية، غيبة التصورات خلتنا كل جهودنا خدمت او هزمت اهدافنا. وهذه قضية مزعجة جدا. تقولي انت انا حارب العراق العراق بيحارب داعش، لكن ارجوك تعرفي هي داعش هي ايه اللي انت قدامك. داعش في البداية احنا عملناها، بمعنى ان احنا عملنا التنظيم المؤسس، سواء تقولي التنظيم المؤسس كان اخوان مسلمين اللي تفرعت عنه فروع اخرى او مختلفه، لكن في افغانستان كان في الحرب ضد الالحاد، وعملنا هناك وحش الارهاب اللي سميناه القاعده. كويس. اللي انت شايفاه في داعش هو رد فعل لخيبه عربيه كبرى. انت عندك داعش الموجوده النهارده بدات بالزرقاوي، بدات بتنظيم مقاوم للامريكان في العراق بعد الهزيمه، بعد ضرب العراق، بعد كسر العراق، والامريكان خلصوا منه. قام تنظيم تاني بيسمي نفسه تقريبا القاعده 2 او اعاده القاعده بشكل ما، في اخونا ده البدري اللي اصبح اسمه البغدادي عشان يبقى خلافه. يعني في تغيير حصل مهم قوي. ايه التغيير اللي حصل في داعش؟ التغيير اللي حصل في داعش وبان في الموصل انه داعش انضم اليها ما لا يقل عن تقديرات مختلفه، ما لا يقل عن بين 1500 الى 2000 من ضباط الجيش العراقي السابق.
ده حمل تغيير نوعي في داعش بعد كسر الجيش العراقي وبعد الإهانة اللي حصلت بيه وبعد أبو غريب والكامل اللي فيه وضباط اتحبسوا. خرجوا ناس عساكر وجنود وضباط أركان حرب دخلوا فانضموا إلى أي مقاومة وتعلموا. هقول لك وأنا في بيروت أخيرا، أنا في حد في ناس بعرف ناس كتير قوي بتأثير يعني بعرف، لكن في حد أنا بعرف إنه متصل بحاجات كتير بداعش، بعرف إنهم قريبين منهم بشكل أو آخر. بكلم واحد بقول له يا أخي أنا مستعد أقبل جهاد لكن ذبح ده مطلق. قال لي تعلمناه من الأمريكان. قلت له إزاي؟ اتعلموه. هو قال ليش تعلمناه؟ تعلموه. قال لي افتكر، وأنا والله ما كنت ملتفت له، افتكر الاسم الرمزي اللي أعطي لحملة العراق، ده دمير العراق، كان اسمه إيه؟ شوك أند أو، الصدمة والتخويف. ولما ابتدت الحملة العراق ابتدت بضربة جوية مركزة سموها رعد، هدفها ما كانش هدف إصابة أهداف لكن خلع قروب العراقيين من الرعب، وفعلا نجحوا. عملية القتل، بيقول لي عملية القتل اللي بتشوفها والذبح هو الأسلوب الوحيد اللي لقوه عشان ينشروا الصدمة والرعب مما رأوه في التجربة الأمريكية. جزء كبير جدا من اللي احنا بنشوفه في داعش ردت فعل لأشياء كتير قوي، وهو ده خطرتها، أنها ليست مجرد تنظيم إرهابي لكنه تنظيم إرهابي أكبر من ده، والنهاردة بيدير أو بيشرف أو بيسيطر على أرض في مساحة دولة، في مساحة أكثر من مساحة إنجلترا. وبقى واحد خد موارد اللي كانت في الموصل، كان في حاجه غريبه قوي عملها صدام حسين، وهو انه كان بيتصور الامريكان لو دخلوا يكملوا حمله مقاومه شعبيه، فادى كل منطقه من الاموال ما يكفيها لكي تقاوم وتمول نفسها لسنوات، ومتصور انها حرب على الطول. اللي خدوه في الموصل 400 مليون دولار في الاول خدوهم، بعدين بدوا يفرضوا ضرائب، بدوا ياخدوا فلوس، بدوا لقوا ناس تساعدوهم. بترول، استخدام ابار البترول. بترول، بقى انت قدام حق. لا، واهم من ده، حطي في ذهنك انك عندك 1500 ل 2000 ضابط عراقي مؤهل، جنب انهم استطاعوا بالتصورات المبهمه والافكار والاحلام الهائمه وفرستريشن رده الفعل، وانا بقول لك انها رده فعل، رده فعل خيبات امل طويله قوي. والصراع السني الشيعي ايضا، والصراع السني الشيعي داخل العراق. يعني والصراع السني الشيعي، لكن بدوا يجذبوا عناصر من اوروبا. انت لما تشوفي طلب الطب، عدد طلبه الطب اللي رايحين من انجلترا، احنا برضو قدام عمليه هجره الى العالم الغربي لم تكن منظمه. وراحت ناس كتير قوي لكن ما قدروش، وده نوت ايبل تو فيت، ما قدروش ينسجموا في المجتمعات اللي راحوا فيهم، فبقى عندهم مشكله اغتراب. في ناس رايحين لاسباب كتير قوي. فانت في اللي بتواجهي في داعش، انت بتواجهي رده فعل احباط عربي طويل وصراعات لم يكن لها لزوم، وكلها قدامك متجمعه في تنظيم ارهابي واحد لابد ان تتعاملي معه بطريقه مختلفه تماما. بس الا يتضمن هذا التعامل جيوش معركه عسكريه؟ عايز أقول لك في المقام بس الاول. شوفي، اول ما تقولي جيوش ما بتكلم عن جبهه. حتى اسمعي هقول لك حاجه، انت ما تقولي قوه عربيه بتكلمها، هتعملي قوه عربيه قد 10000 20000 30000 هتديهم في اي جبهه؟ هتحطهم في اليمن؟ هتحطيهم في العراق؟ هتحطيهم في سوريا؟ هتحطيهم في ليبيا؟ ما هي الجبهة؟ المشكلة أنك لأول مرة بتحاربي حرب بلا جبهة، بلا عدو أنت تعرفيه، ما تعرفيش العدو. يعني إذا انتقلنا مثلا إلى اليمن، اليمن طلب دعم قوات درع الجزيرة وطلب حظر جوي طيران. طب هقول لك حاجة، الأمريكان بقى لهم، تفتكري الأمريكان بيحاربوا في اليمن موجودين، وكان في بعثه عسكريه امريكيه من ويرد 100 واحد اجلوهم، وكانوا بيشتغلوا في اليمن ضد الناس بالتحديد بالدرونز. الامريكان قتلوا بالدرونز في اليمن وحدها حوالي 3000 واحد. لم يجدي الجيش اليمني داب. عبد الله علي صالح عنده جيش وعنده ناس وعنده انصار، راح. المساله مش بس الحوثيين، المساله انه المناخ يسمح بتمدد كل ما هو انت شايفاه قدامك.
هذا الفراغ وهذه الحيرة وهذا الإحباط اللي احنا شايفينه في العالم العربي كله، ردة فعل إلى مرحلة من الهزائم، مرحلة من التراجعات، مرحلة من الفوضى، مرحلة من الانسحاب، وانت بتشوفي أثرها. طب يعني إذا لم نواجه ذلك بالجيوش العربية أو بالجيوش، تقولي إزاي تواجهي بالجيوش؟ هواجهه بإيه؟ الجيوش يعني شوفي إيه؟ لما يبقى في، أما يبقى الأمريكان بالدرونز ما حصلش، مش هو ده. لما يبقى الجيش اليمني اللي كان موجود ما قدرش، لما تبقى السعودية حاولت بالأمير خالد بن سلطان في صعدة والجيش ما عملوش حاجة، بالعكس يعني. طيب قولي لي، أنا عارف إنه في لحظة تستخدم فيها القوة العسكرية، لكن أين تستخدم القوة العسكرية؟ متى؟ أين ومتى؟ في إطار هذا الصراع؟ في أي جبهة؟ طب إيه البديل يا أستاذ؟ البديل ما هو أنا بنتكلم يا دميس، بنتكلم على التصورات، بنقول لك إن إحنا قدام موقف جديد، قدام موقف مختلف، وعليك ان تجري. انا ما اقدرش لوحدي. في مساله مهمه قوي، لما بنقول ساعات احنا بنقول الرئيس عايز مستشارين وهم يعملوا مجالس استشاريه، مفيش فايده. مفيش فايده ليه؟ انا بقول لك عن تجربه، اذا لم يكن الناس اللي بيشيري عليك على علم بكافه حقائق ما تعلميه، نصيحتهم ليكي غير مجديه. بمعنى ايه؟ كل قائد موجود في حاجات عنده، بتجيبي باحثين وبتجيبي دارسين وبتجيبي دبلوماسيين وبتجيبي علماء باللي انت عايزاه، لكن اذا لم يكونوا في دخائل ما انت تواجهيه، ما يقدروش ينفعوا. انت محتاجه مره تانية. ولذلك ما قلتيك انه تصورات، ولما ضربتيك مثل بمترنيخ وبباستام وباللي حصل في ستراسبور، كنت بقول لك انه الناس بيقعدوا يتكلموا، وبيتكلموا مين؟ بيتكلموا الرؤساء على مستوى القمه، لانهم يعلموا كل حقيقه. ما يقدروش يخبوا على بعض حاجه. اذا لم تكوني تعلمي كل شيء مفيش فايده. اذا لم تكوني عندك قادره على التصور مش ممكن. فانا اللي يعني عشان كده بقول لك تصورات. بتقولي عندك حل ايه لده؟ ما عنديش حلول، لكن عندي انك انت بديتي في شرم الشيخ بطريقه معقوله الاقتصادي يعني. عندي انك انت لمستي موضوع اثيوبيا بطريقه معقوله، وجربتي وغامرتي وجازفتي ضد التاريخ، ولو طلبتي قعدتي تطلبي تاكيدات اكتر كتير مش تاخدي حاجه. انت هنا في تصور جديد. هديكي نموذج، انا كنت اول امبارح من كذا يوم، لا من كذا، من الاسبوع اللي فات كنت بشوف، لا من اسبوعين كنت بشوف سيد رمضان شلح ومعه وفد المقاومه الشعبيه في الجهاد، تنظيم الجهاد الاسلامي، بيقول لي فلسطين وغزه، وانا عارف غزه وعارف ان احنا بنتكلم فيها كلام، بعض الناس بيتكلموا كلام غلط جدا، لكن انا بقول له ايه؟ بقول له سمعته لغايه اخر. قلت له يعني في حاجه مهمه جدا، ارجوك تعرف انه قضيه فلسطين اللي كانت قضية العالم العربي المركزية لم تعد كذلك. هي لا تزال من ناحية التاريخية والمعنوية والمستقبلية لا تزال قضية المستقبل، لكن في هذه اللحظة لو أنا رحت قلت للناس والله ده في 3 مليون لاجئ فلسطيني، وطن بحاله فلسطين ضاع، طيب ضاعت سوريا، ضاع العراق، وضاعت ليبيا، ضاعت أوطان بحالها. ده حتى تونس اللي احنا كنا بنقول والله كويسين قوي وما اعرفش ايه وحاجه هايله وقدروا ينظموا، حصل دمج للتيارات الاسلاميه وحصل دمج، شفنا الارهاب دخل فيها. انت فبقول له، بكلم بقول للاستاذ رمضان شلح، بقول له لم تعودوا، افتكروا انكم وانتم بنفسكم وتغيرت الصوره خالص. هل بعد اعاده انتخاب نتنياهو كمان اصبحت القضيه اكثر تعقيدا؟ مش من نتنياهو، انا عارف انك انت مهتمه بهذا الموضوع. نتنياهو قال لك صراحه ما كان ظاهرا وما كان مرئيا بعد اتفاقيه اوسلو، لا دوله فلسطينيه، لا دوله فلسطينيه during my watch على الاقل. انت بتقولي لي، هتقولي لي ان في تصريحات اخيره حتى للتشيف اوف ستاف، عايز اقول لك حاجه، مش بس التشيف اوف ستاف، انا هقول لك حاجه، لما نتنياهو، هم الامريكان يعلموا انه هذا هو الموقف الحقيقي لاسرائيل، لكن في لما هو عمل قال الكلام ده، نتنياهو قال راحوا له بعتوا له كل من تتصوري بما فيهم داعيه، ساتر بولر اللي هو رئيس الجمهوريين في الكونجرس اللي هو دعاه، عشان يقولوا له ده غلط، توقيته غلط. بيقولوا ايه؟ بيقولوا انت بده بتحرق اصدقائنا في المنطقه. احنا ماشيين البيس بروسس كده، تمشي تغطي وتكسب وقت وتعملوا انتوا عايزينه، لكن ما بلاش الفجاجه دي.
فانتوا واحد هتحرجوا اصدقائنا، اتنين هترغموا عباسي حل السلطه، واذا حل السلطه فسوف يعرض قضيه شعب فلسطين باعتباره تحت الاحتلال في زمن لم يعد يقبل هذا الموضوع. انتوا هتلاقوا نفسكم مواجهين بمقاومه وبانتفاضه ثالثه، انتوا هتحرجونا وهتصرفوا الانظار عن المعركه الحقيقيه. المعركه الحقيقيه دلوقتي ده احنا ما صدقنا نخليها في العالم العربي سنه شيعه وارهاب حياه عاديه او حياه مستقره، وانتوا جايين تلخبطوا. يعني هذا بفعل غربي امريكي، السنه شيعه ارهاب حياه؟ لا هو اعقد من كده، اعقد من كده. ده انا بقول لك خيبات امل طويله، ده ردود فعل خيبات امل طويله، ولا يمنع انه في حد ما عندوش مانع. بمعنى انه يعني انا ما انت شوف الامريكان يعمل واجب يعني. شوف الامريكان وبصي كده كويس قوي للطريقه مثلا اللي عملوها سواء في ليبيا او في هم والله كانوا موجودين في كل المعارك لكن من بعيد، مش عاوزين فوت اون ذا جراوند، مش عاوزين تاني فيتنامات، عاوزين من بعيد سواء بالدرونز يقتلوا، بالتوجيهات يحركوا، او بالضربات الجويه. وبالضربات الجويه ما انا بتكلم على الدرونز الصواريخ. بقول لك في اليمن 3000 واحد. انا بقول للجماعه دول، بقول لاخواننا في الجهاد، احنا عملنا اخطاء دراستيك. النوايا نتنياهو دي ما كانتش غايبه. هقول لك على واقع واسف يوم ما حصل مؤتمر اصله وقالت نتائج. انا كنت رايح لندن، عرفت الاخبار في لندن. وصلت لندن اول يوم، تاني يوم انا عازم عدنان باجاجي، كان بعد كده رئيس مجلس حكومة، كان وزير خارجيه العراق وهو ومراته، وعازمهم في مطعم طلياني في بلغريفيا بيعمل اكل على طريقه فينيسيا. ودخلنا المطعم احنا الاربعه، هو وانا وزوجتي وهو وزوجته، لقيت الملك حسين قاعد في الركن الثاني مع عيلته شاور لي، وانا استغربت فرحت له. ملكه نور قاعده جنبه، الاميره هيا زوجه الامير، زوجة الشيخ محمد بن راشد رئيس وزراء الامارات موجوده، والامير حمزه. ملك حسين هيجنن، عنده اخبار عن اللي حصل، انه كان في اجتماعات وفي اتصالات، لكن ما كانش متصور ان الامور هتبقى فيها اتفاق، والاتفاق بيفاجئه وما حدش قال له حاجه. فبيقول لي، بيسالني بيقول لي من ضمن الترابيزتين مين اللي معاك؟ قلت له معايا عدنان باجي، انا كنت من سنه بتعرفه. قال لي والله ما اعرفوش، بعرف ابوه كان رئيس وزراء. طيب، قال لي مأمون؟ قلت له مأمون. قال لي طب نلم الترابيزات. لمينا الترابيزات. ملك حقيقي كان هيتجنن، عمري ما شفت ملك حسين بالطريقه دي. قعد يتكلم، ايه الحكايه؟ هياخدوا ايه؟ بعدين بدا بيقول لي ايه؟ بيقول لي، هو كان قالها لي قبل كده لكن بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا نصحت الاسرائيليين مره، ما رضيش يقول لي انه قبل الاسرائيل، عمره ما يقولها، لكن بيلمح لك وتفهمي يعني. نصحت الاسرائيليين ما يتفاوضوش معانا في الضفه الغربيه. انا مسؤول عن الضفه الغربيه وانا كذا كذا كذا، لكن يتفاوضوا مع الفلسطينيين بشكل ما، لانه انا لو جبت للفلسطينيين فلسطينيين كلها على ارض على طبق فضه مش هيقبلوها مني، هيشككوا، فخليهم هم يتفاوضوا ويوصلوا النتائج. فانا كنت عارف ان في مفاوضات، بيقول لي، وانا نصحتهم بانهم يتفاوضوا مع الاسرائيليين مع المنظمه، لكن ما كنتش متوقع ده. قعدنا نتكلم طويلا وانتهى. تاني يوم اتقابلنا لانه كان عاوز عنده حاجه تانيه يقولها. اللي عاوز يقولوا لي كان ايه؟ قعدنا سوا على فنجان شاي، ما اشعناش حد المره دي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي عاوز اقول لك حاجه، انه لو الاسرائيليين عندهم حاجه كانوا حدوها لنا مش المنظمه، وانا اقطع انه ما عندهمش حاجه ولن تكون عندهم حاجه. وما بيقوليش انه قابل الاسرائيليين، لكن انا عارف انه قابل الاسرائيليين مليون مره. وكان وقتها اتفاق غزه اريحه، بعدها ما هو ده وقتها كان اصله اتفاق غزه اريحه. انا حتى وقتها انا فاكر انه انا كنت مستفز جدا، رحت بشوف صديق الدكتور باسل عقل وهو سياسي فلسطيني متميز يعني، وهو كان بيكلم ابو عباس ابو مازن محمود ابو مازن، وقال لي ابو عباس ممكن تكلمه تهنيه؟ قلت له هكلمه لكن مش هيهنيه. ورجعت كتبت، لقيت مدير الجامعه الامريكيه بيكلمني في القاهره، بيقول لي هنفتح الموسم الثقافي، وانا هترجاك تفتح الموسم الثقافي. قلت له ما عنديش موضوع ثقافي لكن عندي موضوع سياسي. قال لي ما عنديش، تحت امرك انت، كلم اللي انت عايزه. رحت اتكلمت، اتفاق غزه اريحه اولا واخيرا، وكنت عارف انه لن يضاف الى هذه الارض شيء، لانه اسرائيل لا تريد حاجه ثانيه خلاص.
يعني عندما يعرض أبو مازن كلمته غدا في شرم الشيخ، هل أمام العرب القادة العرب شيء يقدموه لي يدعموه لي؟ أنت بتنفع القوة العسكرية المشتركة؟ لا أبو مازن لا، لكن مثلا كل قادة فلسطين أنت قدام حاجة تانية. عايز أقول لك أنه أبو مازن مع الأسف الشديد هيجي وهيطلب دعم، وأنا أظن أن المعركة في مكان آخر. أنا يمكن حريص على غزة، عاوز أقول لك إنه غزة أنا بعتقد إن إحنا بنعالج الأمور في غزة بطريقة تحتاج إلى تعديل. بس غزة لم تصلها المعونات حتى هذه اللحظة نتيجة الخلاف الفلسطيني. أنا أنا هاممني أكثر من ده هو المشاعر الموجودة في قطاع غزة تجاه مصر. في حالة حصار على غزة. في محكمة مصرية طلعت إنه حماس منظمة إرهابية، وأنا ماليش معجب بحماس. لكن في هذه اللحظة حماس غزة قنبلة إذا انفجرت سوف تصيب مصر. تعالي تصوري كده 2 مليون 2.5 مليون موجودين في فلسطين ويأسوا واقتحموا ودخلوا، انت قدرش تضربي دار ولا تصدي. شوفي انت ما حيثما تلتفتي في العالم العربي سوف تجدي مشاكل تقولك انت امام مرحلة جديدة، وهذه المرحلة تقتضي تصورات وليس قرارات. طب لم تعد القضية الفلسطينية ربما القضية الأولى للعالم العربي رغم أنها القضية يعني الحاكمة على حال، وهي مستقبل هناك بس منحة لأنه وعدد اللاجئين الفلسطينيين لا يقارنوا بعدد اللاجئين لا أنت عندك ببساطة كده اللاجئين القتلى في فلسطين. أنا بحزن لما أقول ده، بفتكر أنا عادة بتكلم معك بقول حاجة بيوت شعر وكنت بقول بيوت شعر من الادب من المشرقي، لكن هقول لك من المهجر. انت عارفه ايه شاعر مهجري عظيم جدا راح امريكا وقرن احوال العالم العربي فكتب قصيده بميخائيل نعيمه بيقول اخي انعاد بعد الحرب غربي لاوطانه وقدس ذكرى من راحوا وعظم بطش سلطانه فهات الفأس واتبعني لنحفر خندقا آخر نواري فيه قتلنا. العالم العربي عنده قتلى ما عندوش أبطال وشهداء في هذه المرحلة. أنا عارفة إيه أما بتكلمي على فلسطين، أنا عندي في الحروب العربية الفلسطينية كلها الإسرائيلية كلها عندي 250 شهيد في الفوضى 250 ألف شهيد كل جبهات في كل الحروب في اللي احنا فيه ده كله في الأخير في الفوضى الأخيرة دي كلها احنا عندنا حوالي ما بين 12 إلى 15 مليون قتيل. عندك مشردين ما تقدرش تعرفي حساب عددهم قد إيه. أنت قدام وضع وهو ده اللي بقولك يعني يحتاج إلى تصورات وليس إلى طيب. لكن يعني إذا الآن القضية اليمنية والقضية الليبية هي قضيتان حلتان الآن، يعني مثلا الحوثيون على أطراف باب المندب ودي بتلغي قناة السويس وبتلغي بالزبط. دبي. عايز اقول لك انه كيف سيتعامل إذا العرب مع هذا الموقع فانت اللي متاثره مش بس السويس ودبي. كيف سيتعامل القادة العرب مع ذلك؟ كيف ما هو ده هنا محتاجه تصورات اخرى. طب هو يطالب بدرع الجزيره. عندنا تجربه ان عندنا تجربه في اليمن ما حدش درسها. عندنا تجربه احنا ما صدقنا خلصنا منها فطوينا ملفاتها دون ان ندرسها. وعندنا عقده ممكن. على فكره انا كنت في الاول ضد الحرب في اليمن، كنت بعارض يعني وحتى دخلت في مناقشات حاده مع رئيس السادات فيها، هو كان وقتها كان بس كان مفنجس الشعب ولا حاجه. لكن انا كنت مخايف جدا من الوضع في اليمن لانه انت اليمن انا رحت اليمن سنه 48 وشفت اليمن فيها ايه. اليمن بلد بديع حضارة هايلة لكن الظروف ثابتة وظروف ظروف كتير قوي وخصوصا أسر حميد وتحول التجارة على فكرة كمان. طب يعني وصول الحوثيون إلى باب المندب وصول إيران إلى باب المندب. باب المندب سوف تواجهه في مشاكل، لكن عايز أقول لك حاجة، الحرب ليست هي ما نقفز إليه والقوات المشتركة ليس هي ما نقفز إليه من اللحظة الأولى. عليك تدرسي اولا السعوديه الى اي مدى عاوزه، الى اي مدى قادره، الرغبه قد تكون موجوده، الى اي مدى مستعده للتكاليف، لانك انت قدام اليمن. في اليمن اليمن بركان نائم في جنوب شبه الجزيره العربيه واذا انفجر سوف يجرف كل المنطقه.
لم يكن السعوديين بيخافوا من حاجة أبدا، مش احنا مرات احنا تصوروا ان احنا التهديد، لكن اليمن كان هو الهاجس الموجود إذا انفجر هذا البركان. بتتكلمي بتعرفيش عدد السكان ايه؟ أنا اليمن قضية تحتاج إلى علاج. عليكي أولا السعوديين يعرفوا في مبالغ كتير جدا لازم تتصرف في اليمن، في قبائل، في مسائل قبائل، في ولاءات، في أحزاب سياسية، في قوة جديدة طلع، في أدب وفي فكر وفي ثقافة وفي ناس. اليمن معقدة موجودة ممتدة من أول هذه اللحظة إلى ما قبل التاريخ، البشر موجودين في التنوع وفي فأنت السؤال كيف تعالج هذا؟ هل بالقوة؟ هيروح وافرضي بقوا عند باب المندب هتعملي ايه؟ تبعتي اساطيل؟ ارجوك تعرفي ان في جزيره هناك في المنطقه دي اسرائيل موجوده فيها، فيها مطار اسرائيلي جنب بريم، جنب في هذه المنطقه. اسرائيل كانوا حاسين ان احنا موجودين لما في حرب اكتوبر احنا بعتنا مدمرتين وقفوا في خارج في باب المندب. و السويس إذا ما كنتش قادرة تسيطري على السويس فباب المندب ممكن يكون بديل. وهم راحوا عملوا تسهيلات فعلا في جزيرة جنب بريم ووجدوا من يساعدهم، مش عاوز أتكلم في التفاصيل دي، لكن إسرائيل لهم قاعدة تحت في الجنوب. نعم. هل أمريكا يعني تحاول عقد اتفاقها مع إيران على حساب التمدد في المنطقة العربية وبالتالي بتغض الطرف بشكل أو بآخر عن الوصول في اليمن؟ شوفوا لك العلاقات الدولية بهاش كده، العلاقات الدولية ما هوش صفقات، العلاقات الدولية بالدرجة الأولى حركة موازين قوى. الدول تتحرك أولا بطموحاتها بمواردها بإرادتها بكل عايزة، بإدراك ومعرفة وفهم حركة موازين قوى تحيط بها وعليها أن تتصرف فيها. ما هي الصفقة؟ الأمريكان يعني أنا زعلان جدا من الطريقة اللي احنا وصلنا فيها مع إيران لأنه لم يكن لها لزوم. والله لم يكن لها لزوم. أنا راجل قابلت الخميني وإحنا في باريس في نوفلو شاتو قبل ما نروح إيران، وأنا سمعته قعد نص ساعة يتكلم على الشيخ محمود شلتوت وتقريبا للمذاهب الإسلامية، وهو معجب جدا وبيكلم معايا في كيف يمكن بعث مشروع الشيخ شلتوت. فؤاد كده كان فؤاد عبد الناصر. احنا اضعنا ايران لغير ما سبب لحساب الامريكان مع الاسف الشديد. احنا قبلنا من الشاه طب ما الشاه كان شيعي وكان صاحبنا وكنا كويسين معاه، هو غير عقيدته. طب الشاه رجع بالتاريخ الايراني لما جاء يحتفل بمجد ايران احتفل ببرسوبوليس، رجع تاريخه مش الى الاسلام. احنا كنا بنقول تاريخنا الحديث تاريخنا الفعلي الإسلام يجب ما قبله، إن إحنا كنا بنأرخ حتى بالتاريخ الهجري. شاه إيران راح عمل حاجة تانية، رجعت إيران تاني للتاريخ الهجري بعد الثورة. كان في إمكانيات لا حدود لها، لكن مع الأسف الشديد الأمريكان هنا في موازين القوة أدركوا إن إحنا في لحظة ضعف وإن إحنا خايفين من الثورة الإسلامية في إيران ودخلوا، وإحنا دخلنا قبلنا اللعبة. وإذا بالصراع العربي الإسرائيلي يتوارى والسني الشيعي يطلع قدام. طيب عندن موت سوريا، هل الحديث عن أنه في النهاية لابد من الحوار مع الأسد ولابد من يعني أن يكون الأسد موجودا على الطاولة؟ أنا أقول لك حاجة، هذا الكلام قاله كيري مش أنا، واعتذر عنه لا 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 أقول لك شوفي الكلام الحقيقي قيل للكل على العالم أنه لا يمكن من غير أسد، من غير حفظ بشار الأسد، وده صحيح لأن في فاكت موجودة. أنت أمامك نظام لا يزال يقاوم وقد قاوم 5 سنين أو 4 سنين، قدام جيش لا يزال يقاوم وقد قاوم 3 سنين 4 سنين، قدام شعب لا يزال في أغلبيته موجود تحت حكم هذا النظام. ولذلك بقول لك مرة تانية أنا مش عايز قرارات، أنا عايز تصورات. مصر ممكن تلعب دور في الأزمة السورية؟ ممكن تلعب دور في المنطقة كلها، وهذا هو تكلفها. أنا ما قلت لك إن السيسي عليه أن ينوب أو عليه أن يتصرف أو أن يعبر عن الحاضرين والغائبين. إذا كان يراد لهذا البلد قيمة فلا بد أن تعبر عن كل العالم العربي، الحاضرين في القمة والغائبين عنها.
نعم ليبيا والاستمرار وضع الإرهاب، ولكن أيضا إصرار الغرب على الحوار السياسي وعلى إدماج التيار الإسلامي السياسي داخل. أنا عاوز أقولك حاجة، إن إحنا من الغلطات وإحنا كلمنا فيها مرة، أنا مش عايز معركة ضد الإرهاب تختلط بالإسلام. فأنت مضطرة تراعي أوضاع ليبيا نفسها، في أوضاع ليبيا نفسها في إسلام لابد أن تتحدثي معه، أو من المفيد أن تتحدثي معه، لكن ده موجود، لازم يبقى موجود ضمن ما هو أكثر من قرار، لازم يبقى موجود ضمن تصور. إحنا في بيننا وبين الجزائر مشكلة، الجزائر إحنا بنحاول نحل لأنه عندنا حدود مشتركة، والجزائر بتحاول تحل أبارت من الرابط العربي والقومي والآخري. ليبيا بلد معقد وبلد مهم جدا، تتكلمي عن 3000 ميل على البحر الأبيض، مسألة في منتهى الأهمية، وبتتكلمي على بلد فات في ظروف غريبة جدا يعني. لكن أنت في النهاية قدام فضاء يبحث عن تاريخ ويبحث عن قوة، في فضاء كبير قوي في ليبيا. أنت بتقولي لي عن نحل مشكلة ليبيا، عاوزين نتكلم في مشكلة ليبيا، عليك أن تتصوري كيف تعالجي مسألة ليبيا. في مسألتين هنا، في مسألة حماية حدودك وهذه قضية متعلقة بك، تقدر تعملي إيه ومساعدة من القوى العسكرية ممكن تبقى تعمل فيها دور إنك عاوزة تمنعي أي اختراقات. طب بمناسبة القوى العسكرية، هل حضرتك موافق على ما قامت به مصر؟ ده الجيش المصري. شوفي أنا لما قامت الضربة الضربة التي قامت بها مصر رد عن أنا بعتبر أنها في يمكن كنت أتمنى تحصل بطريقة تانية، كنت أتمنى تحصل بطريقة عن طريق اختار مجلس أمن كمان، كنت أتمنى إنها ربما إذا اختار مجلس الأمن اختار وتصرفي ما كانش هيوافق. لا لا مش عاوز إذنه. في مرات في السياسة الدولية مرات تعمل عاوزة تصرف، لكن تصرف لا تفاجئي بأحد، لا تستأذني ولا تفاجئي، في فرق. طب انت لما بتخطره اخطري وتتصرفي، ما احنا مرات اخطرنا باشياء ابدع دقائق من حدنا. اللي عايز اقول لك ايه، اما تيجي تستعمل القوة العسكرية حطي في ذهنك انه قوة عسكرية خارج حدودك تحتاج الى ترتيبات دولية. أمريكا تقوم بذلك، إسرائيل تقوم بذلك، أمريكا تقوم بذلك لأن تقدر عليه، مش بنقول لك موازين قوة وإسرائيل بتقوم بذلك. لكن إسرائيل خارج الحسابات. لا شوفوا لك، إسرائيل لما بتقوم بتستأذن أمريكا، البلد الوحيد في العالم اللي يقدر يتصرف دون إخطار حد كان، يمكن لغاية قريب بدأت تختلف الصورة، لكن البلد الوحيد اللي كان يقدر يتصرف لوحده ودون تشاور مع الآخرين ودون إخطارهم هو أمريكا. في الفترة اللي انفردت فيها بالقوة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي لغاية النهاردة، فأنت قدام طرف ما تقيسيش نفسك بيه. أنا بعرف أنه في واحد من وزراء الخارجية العرب سألوه أنواع الضرب، قالوا هو أمريكا بتستأذن؟ أنا مش أمريكا، أنا قوة لها احترامها وينبغي أن يكون، لكن علي أن أدرك أن في نورمز، في اعتبارات لازم اخدها في حسابي. اذا تكرر هذا الامر لا قدر الله، لانه الارهاب موجود وداعش كويس موجوده كويس في كويس. اذا تكرر الامر هنا التصرف هيكون ازاي؟ شوفي ايه، عاوزه تعملي عمل عسكري بالجيش المصري ولحمايه حدود مصريه، اعملي، انا ما بقولش حاجه، اعملي، لكن عليك ان نعرف كلنا جميعا نفهم ان في اجراءات، هذا في اجراءات، والا الاقي نفسي داخل بغلط في الحساب. المرة اللي فاتت it went all right، وأنا مش بقول استأذني، لكن بقول في فرق بين أن تأذني وأن تفاجئي. اخطري ولو قبلها بخمس دقائق، اتصرفي. مبنى الدول ما بتقفش كده تبقى زي خشب. لماذا يرفض الغرب وترفض أمريكا وترفض قطر وترفض الجزائر رفع الحظر عن الجيش الليبي؟ لأنه برضو لأنه هذه المعركة عليك أن تدرسيها أنت. إحنا بنتصور إنه هذه المعركة هي بس الإرهاب، في مش أنت عندك بلد في ليبيا مصراتة لا تخضع لقاعدة، وعمرها ما خضعت لقاعدة أبدا. أنت في ليبيا قدام حركة قبائل، قدام شمال مختلف عن جنوب، قدام موارد طائلة، قدام ساحل، قدام بلد سكانه قليل بالنسبة لحجمه. ليبيا مرتين حجم مصر وربع ولا عشر عدد السكان، لكن خطورتها على على الغرب المصري، خطورتها على الحدود المصريه على الامن، وعاوز اقول لك وخطورتها على اوروبا.
خلي بالك انه الاوروبيين هاجسهم هذا الساحل دميس 3000 كيلو 3000 ميل على البحر الابيض في مواجهة ايطاليا مباشرة وفرنسا. لكن هنا في ازدواجية في المعايير، يعني التحالف يضرب داعش في العراق وسوريا، تحالف ضرب الارهاب اللي شكلته امريكا، لكنه بيتكلم على ليبيا بنتكلم في الحوار السياسي، ونفضل بقى دايرين في حاله الحوار السياسي. لا بيدرك، لا ما بيركبش، بيدرك انه السلاح ليس هو الحل في النهايه. اشمعنى هو اللي حل في العراق وداعش؟ فما فين اسمعنا هو الحل في العراق وداعش وليس الحل. طب ما انت تدخلتي في ليبيا وضربتي معاك يعني. معلش لكن عايز اقول لك كل ده كله، عارفه الحيره اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها واللي انت بتساليني فيها وانا كمان معاكي محتار، ما بعثها ان احنا قدام موقف جديد لم نتصوره. انت قدام مستجد في عالم مستجد، وده اللي انا مش قادر اقوله لك، مش عارف اقوله لك ازاي. عايز اقول لك انه ولذلك كل الملفات القديمه دي كلها اركنيها على جنب، خليها مهمه، لكن ارجوكي ارجوكي افتحي صفحات جديده وبصي انت امام اوضاع مختلفه، وعليك ان ترجعي الى اما World Restored او الى بوتسدام، ترتيب اوروبا بعد الحرب، ترتيب العالم بعد الحرب، او الى ستراسبور. عليك ان تفكري، عليك ان تتصوري، عليك ان تقدري من جديد احوال عالمك. اسمح لي ان نقف فاصل اخير، وبعد الفاصل نشوف ماذا تبقى لدينا من تصورات، او يمكن ما نشوفش. لا ازاي عندنا تصورات امام القادة العرب مرة اخرى. فاصل اهلا بكم من جديد. استاذ هيكل، اذن امام القادة العرب غدا في شرم الشيخ ان يبحثوا عن تصورات للمرحلة المقبلة ولاعادة بناء مجتمع عربي. شوفي، كل تصور لابد ان تسبقه محاولة فهم. انا بعتقد ان احنا حتى هذه اللحظة وقد نستمر بعدها، لا نتمثل تماما ما نحن نواجهه. يعني انا لما اشوف انه مؤتمر القمه العربي الموضوع الرئيسي اللي فيه هو انشاء قوه عسكريه مسلحه، انا بقول ده كويس قوي، ولكنه لا يمثل ولا عشر ما هو مطلوب للمواجهه، مواجهه ما هو قادم. احنا محتاجين حاجه اكتر من كده. كيف يمكن تعمل حاجه اكتر من كده؟ انا بعتقد ان هنا الرئيس السيسي عليه مسؤوليه. كنت بقول لك انه بيمثل الحاضر والغائب، عليه مسؤوليه ايه؟ عليه مسؤوليات كتير قوي في مصر هنتكلمها جانبا نتكلم فيها بعدين، لكن عليه مسؤولية في العالم العربي لغاية النهاردة. أنا بعتقد أنه لم يجتمع بمفكرين عرب. أنا كان نفسي بكرة مؤتمر القمة إن شاء الله، فوتي الكلام الموجود، الملفات الموجودة، وقعي عليها وقفليها وركني، مش هيحصل حاجة، ولا جيش ولا هيعمل حاجة هذا الجيش، وله هو المطلوب، مع أنه مطلوب قوة، لكن مطلوب قوة تانية. مطلوب ان القوة العسكرية تلعب دورها في تصور سياسي ثقافي اجتماعي اكبر من كده كبير، ولا قوات تدخل سريعة تؤدي مهام بعينها في اوقات بعينها. ما تتورطيش في حاجات تعلمي بدايتها ولا تعلمي نهايتها. يعني لما تقولي هتبعتي مثلا على سبيل المثال تحتلي عدن، لا مش احتلال، ضربات جوية مثلا، ضربات جوية مشتركة. الامريكان بيضربوا الضربات الجوية غير مؤثرة. شوف ايه الضربات الجوية، ممكن تهد اشياء وممكن تهدم اشياء، لكن ليس هناك بديل. اي عسكري بيتكلم استراتيجي بيعرف انه في نهايه المطاف الوجود على المواقع هو ما يحدد المصائر ومش العكس. فانت انا بعتقد يجي يوم ممكن قوي يبقى ضمن خططك انك تبقى عارف في موقع معين، لكن ما تنزليش في موقع معين تستنزفي منه وتضطري الى الانسحاب بطريقه معينه. يعني افتكري كده ان الامريكان نزلوا في وقت الازمه اللبنانيه، نزلوا مارينز في، وبعدين جه حادثه واحده نسف فيها مقر القياده، راح فيه 272 عسكري وضابط، وريجن قرر سحب القوات من لبنان كلها. فاكره انت الحكايه دي؟ انا مش عايز حاجات من النوع ده. نحن لا نحتمل، امريكا بمواردها تقدر تحتمل ست باك بعد ست باك زي ما انت عايز، لكن احنا لا نحتمل. لابد نتكلم عن القوى العسكريه، لابد ان ندرك ان القوى العسكريه لها حسابات تانية، ولها حسابات تنجح اذا كانت ضمن ما هو اكبر، لكنها وحدها تؤدي الى كوارث.
فأنا نفسي أول حاجة نفسي فيها خلصي المؤتمر بكرة، مش هيحصل فيه حاجة، تفوت القوة العسكرية، أعملي أي حاجة ابتدي، وحتى لو شكلت قوة ما عنديش اعتراض، مش معترض عليها يعني، لكن مانيش معتقد إن هو ده الدواء النافع الناجع، مش هو ده. وبعدين أنا بتمنى من الرئيس السيسي إنه يقدر يطل على العالم العربي بواسطة مثقفيه أو مفكرين، فنفسي قوي يدعو نخبة ما تزيدش من عن 12-15 واحد. يطل، نفسي قوي يطل على العالم العربي من منظور مختلف، من منظور متسع بلاش مختلف. نفسي ان هو اولا عشان يقدر يروح، انا كنت بقترح انه في الاول تحضري نفسك بحيث ان تدعي الى مؤتمر قمة للتصورات. انا نفسي جدا مؤتمر قمة على طريقة فيينا، على طريقة بوتسدام، على طريقة ستراسبورغ، يفكر يقعدوا قادة عرب لديهم بلو برينتس، لديهم هدف، له أهداف، لديهم في فكرهم فكرة الأمن، في ذهنهم فكرة التقدم، في ذهنهم فكرة العدل الاجتماعي، في ذهنهم فكرة الديمقراطية بشكل أو آخر، ويقعدوا يبحثوا مستقبل أوسع، تعترضوا عقبات في هذه اللحظة، لكن عليهم أن يجدوا وسيلة إلى اقتحام هذا المستقبل. ده يبدأ بأنه واحد، أنا بتمنى قوي أنه يفتح يشوف بعض الفكر العربي، بعض المدارس الفكر العربي الموجودة، بص عليها بس واسمعها في محاورات أوسع شوية من الرؤية المصرية الوطنية. يمكن يكون عارف الموجود في مصر كله، لكن أنا بعتقد أن العالم بقية ما يجري من فكرة العالم العربي في أوضاع كتير جدا نحن نعرفها. وحاجة تانية أنه بعدها أنا بتصور أنه هو في مقدوره أن يشكل مجموعة عمل تحضر بلو برينت للمستقبل، تحضر نوع من الرؤية لمستقبل. نحكلم على رؤية تانية في المجال في مصر، لكن عايز رؤية لهذا الصراع الموجود، لأنه هذا صراع زي ما قلنا بيحتاج تصورات وليس قرارات. فإذا أنت خلصتي مؤتمر بكرة، وإذا أنت بعديه جبتي شوية رؤية إطلالة على الفكر العربي، على الأوضاع العربية، وسمعتي أكتر وشفتي أكتر وفهمتي أكتر، وبعدين بعد كده بتجيبي مؤتمر قمة شرم الشيخ أو الطايف أو دبي، حتى أي حتة يقعدوا فيها قادة عرب ولديهم تصور التعامل، سواء بالموجود في مصر، سواء باللي ممكن نسمعه من العالم العربي، سواء باللي ممكن تعملوا مجموعة عمل، ويسمعوا تصور ويناقشوا هم بينهم بنفسهم، لأنهم أدرى بحقائق ما يواجهوه، أقصد أدرى بظروف اللي بتكتلفه. لأني أنا بخشى جدا أنه إحنا عالم جديد وإحنا مش مساعدين، لكن البؤر الملتهبة والبؤر الملتهبة مش هتغير، هنتركها كده بلا تدخل. البؤر الملتهبة سوف تجري حركة. شوفي أنت بين حاجتين، تسارعي بأن شوفي أنت عندك موارد النهاردة، مصر داخلة وأنت عندك قادم حد جاي ومكلف مسؤولية معينة، عنده حاجتين، يندفع لمعركة وروح في مشكلة، أو يفكر قبل ما يقرب. المعركة اللي حصلت في الشرق الأوسط زي في العالم العربي كله وعلى أطرافه موجودة وهتستمر، تقدر تخش وتقول ما بقدرش استنى، أنا مكلف وما أقدرش استنى، تروحي داخلة قفزة في الظلام ونروح في مشكلة. حد يقول لي والله روح أنزل وقتي في عدن، مش عارف اطلع فين، بعت لي قوات فين، كل ده محتاجة تدبر. مواردك محدودة وقدراتك على قدها، ما أنا آسف أقول ده، بتكلم على كلنا، احنا كنا في مشاكل، فاحنا محتاجين توظيف للقوة يأتي بأكبر فوائد بأقل قدر من الأضرار. ما عنديش ضاع مني موارد الدنيا والآخرة في الفترة اللي فاتت، لا أملك طرف أن أدخل في مغامرة، ولا نملك طرف أن نترك اليمن. أنا بقول لك إيش أترك، سيطر عليها ليبيا. أنا موافق، أنا موافق، والإرهاب على عال قوي، عال قوي، بس عليك وانت، انا مش اقدرش اسيب ده، لكن هل اتقدم دون بصيرة واقفز، ولا اتدبر واتقدم؟ انا بتكلمش، شوفي ايه، القفز في موقع محدد في هذه اللحظة كارثي، لانك مش عارفه تقفزي فين. يعني هل مصر هنا وهي يعني تترأس القمة لمدة عام قادم، هل بتعود، هل هي مفتاح مرة أخرى للحل، أو تعود لدورها؟ هي القفل والمفتاح، القفل والمفتاح مع بعض، مع بعض. لكن عايز أقول لك أنه
نعم في مقدورها، وأثبتت في شرم الشيخ أو أثبت العالم العربي يطلبها ويريد نجاح، وهي حريصة وبتستيقظ وبتهم، وهي على وشك اختيار طريق، وهي على وشك أن تتقدم لمسؤوليات جديدة. إذا لم تكن مبصرة، أنا عاوزها تتقدم مبصرة، عاوزها تتقدم رائية، عاوزها تتقدم واثقة، تتقدم عارفة بموقع خطاها. ما أقدرش لم أعد أملك طرف أن أخطئ كثيرا في غلطات باستمرار مع كل فعل إنساني، لكن أنا هذه اللحظة لم تعد تحتمل. عايز أقول لك حاجة، إذا لم ننجح في اللي جاي مؤتمر القمة ده اللي بكرة ده، وبعديه بشهرين ثلاثة في رؤية، في ترتيب لشيء آخر، في الترتيب لرؤية جديدة، في الترتيب لمستقبل مختلف، فأنا أخشى أنها سوف تكون آخر قمة عربية. آخر قمة عربية، ما عادش عارفة إيه، سوف يفقد أي مواطن أمله في أنه حاجة تحصل. ومن الحلقة القادمة هنتكلم عن الوضع الراهن في مصر، التصورات بقى لي ما بعد شرم الشيخ، ربنا يستر. حاضر، تحت أمرك، تحت أمرك في مصر. بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ، وأشكركم أعزائي المشاهدين. هذا كانت تصورات الأستاذ هيكل في تتبرأي منها؟ حاضر، حضرتك في النهاية. طيب حاضر. فيما يخص اجتماع القمة العربية غدا والأحداث الحالة في المنطقة العربية، نتقابل المرة القادمة حول التصورات لما يحدث في مصر وما سيحدث فيما بعد شرم الشيخ. أشكركم، وهذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.